جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يرجو منكم نصيحة للنساء اللائي يخرجن مع سائقي سيارات وهم ليسوا بمحرم لهن وإنما من الأقارب. لا يجوز للمرأة أن تخرج مع سائق ليس من محارمها ولو كان من أقاربها، إذا لم يكن من محارمها فإنها لا تركب معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والخلوة تشمل الخلوة في السيارة أو في البيت أو في البر أو في أي مكان بحيث لا يكون معهما أحد تزول به الخلوة، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله في نسائهم وأن لا يتركوهن يركبن مع السائقين وحدهن، لما في ذلك من الفتنة العظيمة والشر الكبير، ولو كان قريبا لها ابن عمها أو ابن خالها أو زوج أختها فإنه أجنبي منها. نعم.